الإحسان إلى الجيران خطبة للأخ الفاضل وليد بن قاسم الحبيشي حفظه الله، كانت بتاريخ 11 من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد أيها المسلمون، أحببت في هذا اليوم وفي هذه الدقائق المعلومة والوقت المبارك أن نتكلم عن موضوع مهم جدا قد حث عليه ورغب عليه الإسلام، ألا وهو حقوق الجار في الإسلام. هذا الحق العظيم الذي أمر الله جل وعلا به، فقد قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب التي يسميها العلماء الوصايا العشر، فمنها الوصية بالجار والجار بالقربى، أي الذي بينك وبينه قرابة وبينك وبينه صلة، والجار بالقربى والجار الجرم، والجار الجرم الذي ليس بينك وبينه قرابة. فالجار أيها الناس قد حث الإسلام ورغب فيه، فلذلك تجد من بعض المسلمين إلا من رحم الله قد تناكرت القلوب وتنافرت القلوب وحصلت العداوة
الضاع بين الجار وجاره، فالجار لا يسلم من أذية جاره، وهكذا لا يسلم من أذيته في طريقه ولا في مزرعته ولا في بيته ولا في سوقه ولا في أي مكان. إذا خرج من بيته خائف من غوائل جاره ومن شرور جاره، فلذلك جاء الإسلام ورغب في إكرام الجار وبالإحسان إلى الجار. نعم أيها المسلم اللبيب، نعم، فلذلك يقول العلماء: من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار لك. فالجار ليس محدودا على من كان بينك وبينه بيت، ولكن الجار من كان بينك وبينه قرابة، سواء كان جارك في المسجد أو جارك في البيت أو جارك في مزرعة أو جارك في سوق أو في طريق. فهكذا رغب الإسلام في حسن الجوار. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نحسن إلى الجار، أمرنا أن نحسن إلى الجيران ولا نسيء إليهم. هكذا رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا بالإحسان إليهم بالكلمة الطيبة. فلذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ودعاها جيرانك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حسن الجوار، حتى ولو بالشيء يسير، فإن هذا مما يؤدي إلى الأنفة، ومما يؤدي إلى المحبة، ومما يؤدي إلى الإخاء بسبب هذا التهادي وبسبب هذا الشيء اليسير، لأنه ما دفع إليه بهذا الشيء إلا لحبه لجاره، إلا لحبه لجاره. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى بهذه الوصية العظيمة، بهذه الوصية العظيمة التي فرطنا فيها والتي فرطنا فيها ولم نلقي لها بالا ولم نسلم إلى جيراننا، إما بالقول وإما بالفعل بالأذية، إما بالقول وإما بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين هذه عاقبتهم وهذا مآلهم، أنه لا يؤمن ولا يصل إلى كمال الإيمان؟ من لا يؤمن جاره بوائقه، من لا يؤمن جاره بوائقه. أيها المسلم الكريم، فعليك أن تحافظ إلى حسن جيرانك. فلهذا جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أعرف أني قد أحسنت أو قد أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظر إلى جيرانك، فإذا رأيتهم أنهم يمدحونك وأنهم يحسنون إليك فقد أحسنت إليهم، وإذا رأيتهم يذمونك ويذمونك فقد أسأت إليهم. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لجاره، خيرهم لجاره. فانظر أخي الإسلام، كيف أنت من جارك؟ كيف أنت مع المعاملة مع جارك؟ فلذلك إذا كنت ممن تؤذي جارك فقد عرضت نفسك للعنة، من لعنة الجبار جل جلاله. فلذلك جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو إلى النبي من جاره أنه يسيء إليه وأنه يؤذيه في طريقه وفي بيته وفي أي مكان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لهم اصبر. ثم جاء في المرة الثانية، ثم جاء في المرة الثالثة، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعل متاعك على الطريق. فجعل الرجل يأخذ متاعه، فمن غدا عليه قال: من فعل بك ذلك؟ قال: جاري. فجعلوا يلعنونه كلما مروا على هذا الرجل، لأنه عرض نفسه للعنة الله عز وجل بسبب إيذاء جاره له. نعم أيها المسلمون، فلنحذر من ذلك، ولنكن على حذر شديد، وأن نحسن إلى جيراننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاعتداء على الجار، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لأصحابه: ماذا تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام حرمها الله ورسوله، فهي حرام حرمها الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات خير له من أن يسرق بيت جاره. نعم أيها المسلمون، فالسرقة حرام، فإذا كان السرقة للجار فهذه أشد عقوبة عياذا بالله. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، كما جاء عند ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هكذا، هذه من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، أنه يكون جارك في مكان ليس في بيته وأنت تخيله في حفظه عياذا بالله. فلهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. نعم أيها المسلمون، فالإسلام حثنا على حسن الجوار، وأن نقول بالقول الحسن، أن نحسن في أموالنا، وأن نحسن في أفعالنا، وأن نحسن في معاملاتنا مع جيراننا، وأن نحذر أن نؤذيهم إما بالقول وإما بالسب، أو نشتمهم أو نرفع ما يضيقهم، فهذه سبب لأذية الجار، فلذلك يترتب عليها العقوبة واللعن والغضب من الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنع جارا جارة أن يغرز خشبة في جداره، أي لا يمنع، لأنه لا يتضرر بذلك. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذا الهدي النبوي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن حسن الجوار أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يبيع أرضا أو أن يبيع شيئا أن يعرض ذلك لجاره. فقد جاء عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
إذا أراد أحدكم أن يبيع أرضا فليعرض على جاره، وهذا من حسن آداب ومن حسن تعامل الإسلام أنه يعرض هذا الشيء على جاره، لأنه ربما يتضرر الجار، وربما يأتيه جار لا يحسن معه التصرف أو يكون فيه أذية لهذا الجار، فلذلك حث الإسلام على ذلك. نعم أيها الناس، إن الإساءة إلى الجار سبب لدخول الجنة عياذا بالله. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة كانت تكثر من قيام الليل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها، أي لا يسلم جيرانها من لسانها، إما بشتمهم وإما بالغيبة بهم وإما التشميث بهم أو غير ذلك من الأقوال، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال: هي في النار، لأنها وقعت في أعراض جيرانها، فلذلك بشرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنار عياذا بالله. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تصلي الصلاة المكتوبة وتتصدق مما أعطاها الله ولكنها تمسك لسانها، أي لا تسب جيرانها، فقالوا: يا رسول الله أين هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في النار. فلذلك تغلو الديار بحسن الجوار. فلذلك يقول بعضهم: يلومونني أن بعت منزلي ولم يعلموا جارا هناك إلا الرسول، فقلت لهم: كف الملامة، إنها تعلو الديار بجيرانها وتلخص، أو كما قال. فلذلك إذا وفقك أخي المسلم إلى جار صالح فهذه من سعادة المرء، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سعادة المرء أن يوفق إلى جار صالح. هذه من سعادة الرجل أن يوفقك الله جل وعلا إلى جار صالح يذكرك بالله عز وجل ويعينك على أوامر الله عز وجل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعين من الجار السوء، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء فإن جار البادية يتحول. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بذلك، يدعو بهذا الدعاء. فعلينا أيها المسلمون أن نحسن الجوار فيما بيننا، وأن نطلع الوحشة التي بيننا ونلقيها بالمودة والمحبة والإخاء والتراحم والتعاطف، لأنه قد حصل بين ذلك، حصل التناكر وحصلت العداوة والبغضاء. الرجل يريد أخاه وهكذا يبغض جاره ويبغض أبناءه ويبغض كل ما يراه، هكذا وصل الحد إلى كثير من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعاليم الإسلام، وعندما هاجر أولئك الأخيار إلى النجاشي، فجعل يخبرهم جعفر بن أبي طالب ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومما يدعو إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سألهم قالوا: أمرنا بحسن الجوار، أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسن الجوار، لأنه كان في عهدهم أي في الجاهلية القوي يأكل الضعيف، وهكذا هلم جرى. فجاء الإسلام فجعل الناس سواسية، وجعلهم أكرم عند الله عز وجل
بالعمل الصالح عند الله عز وجل. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أننا وأراد أعراضنا وأراد المسلمين سوءا، نسألك يا قوي يا متين، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من تقول لشيء فيكون، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، واجعل ما يدبره ويخططه دمارا عليه يا قوي يا متين. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظ علينا امننا، اللهم احفظ علينا بلادنا من مكر الماكرين ومن ظلم الظالمين ومن عدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالنصارى الراس، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم ما يملكونه دمارا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم وارحم موتاهم، وارحم موتاهم واشف جرحاهم وفك أسرهم وأطعم جائعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.